النهاردة يا ولاد هنحكي قصة الوزة العجيبة. كان يا مكان مرة جوحة كان عازم صحابه على أكل كتير قوي 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 وعمل لهم أكل حلو. قال أما أروح أجيب وز من اللي أنا مربيه فوق ونذبحه ونحطه على السفرة ونأكله. فعلا يا ولاد اختار وزة حلوة وراح قال لمراته: بقولك ايه، النهاردة تذبحينا الوزة الحلوة دي وتحطهن على السفرة علشان كلنا ناكل. قالت له: حاضر. وفعلا يا ولاد راحت مراته وذبحت الوزة، وفعلا يا ولاد سوتها على البوتاجاز ودخلتها كمان الفرن وخلصتها وحطتها على السفرة. طلع جوحة من الأوضة وشاف الوزة، الله ريحتها جميلة، ويا ترى ريحتها حلوة وطعمها برضو حلو ولا لأ؟ هوب يا ولاد راح قطع رجل الوزة وقعد ياكله، وبقى منظر الوزة وحش قوي علشان برجل واحدة. جت مراته وبصت على الوزة لقيتها برجل واحدة، نادت: يا جحا يا جحا، تعالى لما أقولك الوزة دي كانت برجلين اتنين، فين الرجل التانية؟ قال لها: ايه ده، انا معرفش اللي انت بتقوليه ده، هي الوزة دي اكيد برجل واحدة. قالت له: مفيش الكلام ده، كل الوز بيكون برجلين اتنين، مفيش وز برجل واحدة. قال لها: زي ما بقولك كده، اكيد الوزة دي برجل واحدة، انا ما جيتش جنبها وانا ما اكلتهاش، هي الوزة دي اكيد برجل واحدة. لا يا جحا، انت بتقول كلام غلط، كل الوز اللي في الدنيا ده كله بيكون عنده اتنين رجلين، ازاي هيكون عندها رجل واحدة؟ قال لها: طيب تعالي لما وريكي بقى انت بتقولي ان الوزة عندها اتنين رجلين، وانا بقولك ان ممكن يكون في وز عنده رجل واحدة. فضلت تزعق معاه وتقول له: يا ولاد كل الوز عنده رجلين اتنين، وهو جحا يفضل يقاوح معاها ويقول لها: لا اكيد في وز عنده ايه، رجل واحدة. قال لها جحا: طيب انا عندي حل اخير واتفاق اخير نمشي عليه، يلا يا صحابي ويلا يا مراتي نطلع ونشوف فوق الوز ان كان عنده رجلين ولا رجل واحدة. راحت مراته قالت له: وانا موافقة، يلا بينا نطلع ونشوف ان كان الوز ده برجلين اتنين ولا رجل واحدة، تعالوا نشوف مين اللي هيطلع كلامه صح. راح فعلا جحا واخد مراته وطلعوا فوق وراحوا عند الوز الابيض الجميل. وطبعا يا ولاد زي ما احنا عارفين الوز عنده حركة عجيبة كده يا ولاد، ممكن يقف على رجل واحدة ويرفع رجله التانية. راح قال لها: بصي اهو، زي ما انا قلتلك بالظبط، في وز اهو واقف على رجل واحدة وما عندوش الرجل التانية، انت ظلمتيني، انا قلتلك ان في وز عنده رجلين وفي وز عنده رجل واحدة. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصورة الوزة دي رفع رجليها التانية ومخبيها جوه بطنها ومش باينة. استغربت الست وقالت: ايه ده، هو ممكن يكون كلام جحا فعلا صح؟ لما نشوف. وفعلا يا ولاد راحت الست ناحية الوزة وراحت وقفت مستغربة، ازاي الوزة دي عندها رجل واحدة؟ وراحت وهي متنرفزة قعدت تقول لها: هش 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 يا وزة، هش من قصادي. وراحت الوزة منزلة رجليها التانية
وكوك كوك كوك، وطارت على العشة بتاعتها وراحت قالت لجحا: ايه شايف اهو الوزة عندها رجلين اتنين مش رجل واحدة زي ما انت بتقول، انت اكيد اكلت رجل الوزة اللي كانت على السفرة. راح قال لها ايه بقى جحا، قال لها: طب ما انت شاطرة اهو، كنت قلتي للوزة اللي على السفرة هش 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 وكانت طلعت رجليها التانية اللي مخبياها. قعدوا كلهم يضحكوا ويهزروا وفهموا ان جحا بيهزر معاهم، وقال لهم في الاخر: انا فعلا اكلت الرجل الوزة، وتوتا توتا خلصت الحدوتة.